قدمت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية 4 توصيات أساسية يتحتم على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخذ بها للتعامل مع ملف العراق في المرحلة المقبلة، بينها التوصل إلى تفاهم مشترك للإبقاء على وجود عسكري أمريكي في العراق. واقترحت المؤسسة إعطاء الأولويات لمبادرات تعزيز اقتصاد العراق باتفاقات كبيرة لشركات أمريكية لتعزيز شبكة الكهرباء العراقية وقطاع الغاز، وتشجيع دول الخليج للاستثمار في البنى التحتية للعراق في قطاعي الكهرباء والغاز. ودعت حكومة بايدن لدعم قيام التحالف لقوى أكثر اعتدالا في برلمان العراق لمساندة إصلاحات الكظم الاقتصادية، ودعوته إلى الانتخابات المبكرة وفق قانون انتخابي جديد بعيدا عن التخندقات الطائفية مقابل محاصرة فوضى السلاح وتحديد وتجميد حسابات مالية في الخارج وإعادتها للشعب العراقي.